ترافق التجهيزات العموميه الجماعيه بحال مثلا توزيع الماء السخن للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضاري، الاناره العموميه، تطهير السائل والسرب محطات مواجهه المياه، تنظيف الطرقات والساحات العموميه وجلب النفايات المنزليه والمشابهه لها ونقل المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العموميه ووقف العربات، حفظ الصحه، نقل المرضى والجرحى، نقل الاموات والدفن، احداث وسيارات المقابر. هذه كلها مواضيع يقدر يترافع بها المجلس الجماعي اللي عنده مجالات ديال التدخل هذه المواضيع. علاش الجماعات تسمح حتى نديروا مرافعه وحتى نديروا